حياتكم مع سن اللقاية في صباح هذا اليوم والأشواط المتواصلة بالأثارة وبالتنافس في انطلاقة الصغار. وهذا الانطلاق نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع الشوط السابع وانطلاقة الجعدان في هذا الاندفاع، وهذا الانطلاق الخاص بالجعدان المحليات في سابع الأشواط مع هذا التحدي وهذا التنافس وشعارات يا ابناء القبائل الجميله الذي دائما في تحفه الميادين في المرموم تنطلق بهذه التحديات. نسير مباشره الى مقدمه الشوط، يقود المشاركين شاهين، شاهين يسيطر على المقدمه، محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي على المركز الاول وهو يقود المنطلقين، بينما يلي في المركز الثاني شاهين، شاهين عبد الرحمن بن سعيد الناصري على المركز الثاني، اما المركز الثالث يتواجد ظبيان في ثالث المراكز وسالم بن علي بن متعب بن محمد الصعاق، بينما ياتي في المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام اسباب تعود ملكيه الاسعيد بن حمد بن محمد المحرمي على رابع المراكز، وياتي في المركز الخامس ويتقدم شاهين، شاهين محمد بن سهيل بن محمد بن حربي العامري في خامس المراكز، بينما المركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز عفصان القادم على المركز الثالث، يا سلام عامر بن حمد بن عفصان، ولكن شاهين مصر، شاهين بعد المسافة الله، ولكن راية التهديد وراية الناموس من قبل شاهين، شاهين 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 منصور بن علي بن أحمد بن الشيب السبوسي، يا سلام يا سلام منصور بن الشيب السبوسي، أعلن أعلن كذلك شاهين رفع الراية الفوز الناموس على شاهين، وشاهين مصر، شاهين على المركز الأول، شاهين على الانطلاق الأول، لا زال محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي، ولكن قادم هناك قادم مشاهدينا الأعزاء شاهين منصور بن أحمد الشيب السبوسي على المركز الثاني، وشوف الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة، الله 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 الأمتار الأخيرة واللحظات الأخيرة، شاهين وشاهين شاهين وشاهين، وهناك قادم صوغان، صوغان وشاهين وشاهين، شاهين انتزع المركز الأول، تهانينا منصور بن أحمد بن علي السبوسي على فوز شاهين في الأمتار الأخيرة، وهناك الوصول من الغويص على المركز الثالث، ولكن خلاص تهانينا لمنصور بن أحمد بن الشيبة السبوسي على الفوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني وصل في صوغان لسالم بن مانع الغويص السويدي، والمركز الثالث المركز الثالث شاهين لمانع بن محمد بن قطامي السويدي، والمركز الرابع وهناك شاهين لمحمد بن عبيد بن سعيد السبوسي في المركز الرابع والخامس، المركز الخامس وصل فيها ملول لعبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي. هكذا كان هذا الشوط ومسار التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون مع مخرجنا لكلمة شكر وتقدير في 7 دقائق و53 ثانية وسبع أجزاء من الثانية قدمهن شاهين، تهانينا مشاهدينا الأعزاء لمنصور بن أحمد بن الشيب السبوسي، بينما المركز الثاني وصل في صوغان قطع المسافة في 7 دقائق و54 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا لمالك صوغان سالم بن مانع الغويص.